الخياط الوزاني، الخياط الوزاني عندنا جمعية ديال سوس مكناس، تنقدموا مجموعة المنتوجات الفلاحية كخل التفاح كالعسل بالأنواع ديالو، سواء العسل الليمون أو العسل ديال الزعتر أو العسل ديال الأزير أو العسل ديال الحرمل. المهم عندنا أنواع بزاف ديال العسل اللي هي النباتية، عندنا منتوجات الزيت النباتية والزيوت العطرية اللي هي منتوجات مزيانة وعليها إقبال، وحنا الشرف يحضر لنا الشرف أن نحضروا في هذا المعرض باش نقدموا أحسن منتوجات للسوق الوطنية.